صباح الخير عليكم. كيف تشوفوا اليوم الاثنين؟ حنا تيكون عندنا الميناج والنيتواياج، ولكن اليوم سي ان كا اكسيبسيونيل ديال واحد الصديق ديالي طلب مني واحد جوج جيبويات. كيف تشوفوا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نصور لكم واحد الطريقه زوينه غتعجبكم، وهاد لاغوسيت ما عمري عطيتها لكم، مي سي لوكازيون باش تاخذوها وديوها ان شاء الله الى جاكم باش يحبوكم وتزيدوا تهلاو فيكم. وتحيه للحاجه، صباح الخير حاجه، كيف بقيتي؟ صحيت؟ لاباس؟ الحمد لله على سلامتك الحبيبه. لالا سوكا صباح الخير، صباح الخير بيرسونيل، صباح الخير عليكم جميعا، صباح الخير للناس ديال المدينه الصفرو، تنادي لهم هذه التحيه للناس سبيسيال مدينه الصفرو اليوم لان عزاز عليا بزاف. تحيه للمغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، غادي تتبعوا لا غوسيت وتتبعوني مزيان، وعندك وتزيدوا شي حاجه من راسكم زياده من راس الحمق. بسم الله. الو كيف تشوفوا لي زانغريدون؟ شنقول لكم بزاف لي زانغريدون في هاد الجيبويات. الو كيف تشوف هادو جيبويات صغيرين، انا غادي نقيهم باش تعرفوا شنو كاين. دابا نزولوا لهم هاد الشحيمه لان ما كاينلاش. وكاين اللي عزيز عليه الشحيمه غير غلط، شنديروا له؟ المهم نزولوا الشحيمه. واصلا هاد الجيكويات راه صغير يعني ما عاملينش بالشحنه بزاف. نزولو هاد الجليده وكم صاوني الو اول عمليه باش ما ندوخوش راسنا، غادي نبقاو نتقبوا اللحم. هذا سميتو جيبو الاي، سي جيبو الاي. ومولاه تيقول لي انا مزاوق تهلا لي في التويمه باسكو هو عزيز عليه يتهلا في المناعه ديالو. وتتعرفوا بان الثومه مزيانه للمناعه. غادي نطيبوه في الفران على 180 درجه، وغادي نقول لكم حتى الطريقه كيفاش تطيبوا الفران باش يطيب لكم دغيا ان شاء الله الرحمن الرحيم. الوغ لا طابوناط ديالنا اللي غتشوفو هي الزبيده، سو كاينه هبط الزبده شات تشوف فيها. اول حاجه غنديرو شويه ديال السحتر اللي هو الزعتر، وغادي نديرو لي زيرب. وهادو هما اللي تيسولوني عليهم لي فان، تيقول لك الله يخليك شنو هاد لي زيرب؟ ها واحد، ها جوج، ها ثلاثه، ها اربعه. شوف قلت لك لا لا عيني ميزاني، حيت شحال وحده تقول لي وشحال غندير؟ واش حنا جالسين هنايا في التحليلات؟ غدير على قد جهدك وعويناتك. هذه تويمه بودغ غتعطينا البنه، وما تنساوش هذا الخرقوم، هذا خرقوم زوين يعطينا لا كولور ويعطينا حتى اللذه. نزيدو شويه ديال البنه، وغادي نزيدو مليحة، وغنبوسو لذيدة. وخدينا شويه ديال الثومة محكوكة مع المليحة ومع داكشي اللي درنا، وغنزيدو واحد النقيطة ديال الزيت، وغادي نعلكو هاد لاطابينال. ويلي ويلي على اللذة فيها غتكون، منقولكمش. بيان سيغ الزبدة زوينة، متبقاوش تشريو داك الزبدة ديال تبقا تقولو علاش مطلعش لذيذ هادشي. مرحبا بالشريف، تحية لناس كازا. يالله كازا ولاو تيجيو عندنا دابا، ما فهمتش أنا علاش هاد كازا ولاو تيجيو عندنا. يا ما عندهمش وما ما عندكمش ماكلة في كازا؟ ماشي بحال هادشي. مرحبا بك الحبيب ديالي.
الو ملي غنسالو هاد لاطاب هنا غادي ندهنوا بها الجيكويات. وغادي نديروه 3 ساعات في الفران 180 درجة وغنوي لكم الحكمة باش ما ينشفش وما يجيكمش قاصح. مازال ما طابش وتشا تاكلو، مازال ما طابش ياك سكري. سلامت علينا كيكا راه كونجيليوم ياك ما خداماش. وانت فوقاش كان الروبو ديالك البارح؟ البارح ايه سعداتكم، وانا ما عنديش الروبو. انا اليوم اللي عندي الروبا وعيط لهاد صاحبي قالك صوب يجيك وبغيتي انت توحم. وهاد البصيط وهاد البطيطه الصغيره اللي صوبنا غادي نسيبوها هاد الزبيده باش ما نضيعوش فيها، غادي نخلطوها هكا كيف تشوفوا، لان غادي نحتاجوها من بعد هي والبصيله. ها هي تبعني تبعني يا سوكر، غادي نسيبو البصيله مع البطيطه باش حتى هي تدخل في هذاك الزبيده وداك لي زيرب اللي درنا. غادي ناخذ امها بعدا ناخذ زويته ونورمالمون انا ما تنديش لا موطارد هنا باش تكونوا في بالكم، ما عندنا ما نديرو بلا موطارد. غادي نكبو الماء حيت هذا الماء هو اللي غادي يعطينا لا فابور. زيد بنتي الماء حيت هذا الماء اللي درت هو اللي غيعطينا واحد لا فابور باش غيطيب هذا الشيء 180 درجه ما غنجهدوش الفران باش الجيكويات ديالنا يكون في المستوى العالي ديال الطبخ. حنا نورمالمون 3 ساعات ديالنا من هي اللي غنطيبوا فيها الجيكويات. انا شوف فيا باي باي، غنمشي نغسل يديا ونتسنى واحد الشيء يوجد. انا معكم جيبو زين. مساء الخير عليكم، كيف تتشوفوا من بعد 4 ساعات ديال الطياب ديال هاد الجيكويات ها هما وجدوا كيف تتشوفوهم. الو هذه البطيطه والبصيله اللي درنا، كيف تتشوفوا شو اللحيمه كيدوغي ومعسله معسله 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 معسله. وما ننساوش لا كريم اللي صوبنا، هذيك لا كريم هي هي اللتة ديال هادشي كله. هاي ومرحبا بكم، مرحبا بكم عند كيمو، مرحبا.